السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيز المشاهد في الحلقة الثانية من فيفا 23. مسكت نوادي الدوري السعودي كلها داخل خلاط، وهذه النتيجة اللي طلعت معي. شراء سريع تقريبا ب 7000 قيمة هذه التشكيلة. هلا بالله يا الغانمة، والله قلت يا فرج مالك الا فرج. شوف ابو شهران هنا والدوسري والشباب الطيبين ان شاء الله راح ينقذون الموقف، لان صراحة جمعت لي حول 20000 ولا قدرت اجيب فيها الا يمكن لاعب واحد. خيسوس طلبته في الكومنتات في الحلقة الماضية ان اجيبه، فكان عندي هذا الخيار او اني اجيب لي تشكيلة كاملة. قلت لا والله، لان موضوع التناغم اشوف لها اهمية اكثر من اني بس اهتم لي بلاعب واحد اجلس اطور على واحد واحد وكذا، وبالكوينز اللي اجيبه اجلس اطور تشكيلتي الرئيسية اللي شفتوها في الحلقة الماضية. فالمهم لا تنسوا اللايك والاشتراك يا عيال والكومنت. محمد اف سي ان شاء الله اللي ما شاف التشكيلة ونقول بسم الله. طبعا اول شيء لا 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 اول شيء والله اني اي برا لا لا برا 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 اول شيء شيك غلطة الحلقة الماضية ما بيها تتكرر، يرحم والديك. بس حلو، تعال يا محمد الحين نختبر الروح الرياضية لدى محمد، هل يرجع الكرة ولا لا؟ الله مع نفسك يا حبيبي، ترجع الكرة يجي الشهراني سلايد يرجع ابو الكرة. ايه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الدوسري يا سلام، هي يا الدوسري هي. اقول لكم الدوري السعودي لا تستهين فيه، بلا خيسوس بلا. استلم يا محمد استلم، على بالي الدوسري والله، على كلهم اخوان. واخر هناك والله، حتى اني ما شفت لعيبته هي عاد. وش السالفة؟ احسن انك ما تشوف لعيبة الخصم بعض الاحيان، اقسم بالله انها مسألة نفسية. جرب. حلو 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 حلو. اوه يطقطق محمد، محمد مروق محمد. طيب يا محمد انسدح يا محمد انسدح. يجيك الشهراني يا محمد، تكفى لا 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 تكفى، ما هو اوكي يجيك مرة ثانية. شوف لا تطقطق، لانك الحلقة الماضية ولا جبت فوز ولا شيء. اوه 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 اوه، بس ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح يا شهراني يا احول. الكورة هنا، وين رايح يا حبيبي وين رايح يا عيال؟ مش كذا، هذا توجيه اسيست. الله عليك يا ولد بلنتي، تكفى. محمد شغال سلايد والله العظيم انه شخصنها مع السلايد الاول. ايوه ايوه هي 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 هي، اقول لكم هي واضح الهجمه، هجمه الجول تبين. الحين يا عيال تجي مرحله نرفزه الخصم. كيف تنرفز الخصم؟ تناول باصات، تروق وراء، تضمن، عرفت؟ تخليه يقراك، يتبطح كذا، عرفت؟ ترجع هناك كذا يمين يسار، عرفت؟ تقول له انا بروح هناك، بعدين تيجي كذا، عرفت؟ بعدين تيجي كذا، عرفت؟ ولا تخليه يشيل الكرة، اهم شيء انه ما يشيل الكرة في المرحلة هذه كلها، عرفت؟ شوف كذا، شوف، بعدين تيجي كذا، شوف، بعدين تيجي كذا، ولو سجلت هدف عاد هذه خلاص تضمن انه بيطلع. بس خلاص يا محمد، السلام عليك حياك الله. اخيرا اول انتصار يا رجل، اقسم بالله الحلقه الاولى رفعت ضغط وانا اسوي الادت كرهت حياتي. اوكي هذه تشكيلها الرخيصه رجال، اقسم بالله يا شباب اني انصحكم. الهلال هذا مسوي اللي يطقطق وبعدين يستلم كذا، مفروض الاولى هدف لازم خليه يتنرفز. هو ما شهراني مترو، افا يا ولد وش السرعة ذا؟ انا قبل شوي اشوف برونزي، شوف حظه وشوف حظي. كف والله كف، يسعد لي جوك يا رومارينو. فرجينه مو بس هل الله يعطيك العافية. اذهب اذهب يا الدوسري، اذهب اذهب ما يوقفك شيء، اذهب يا الدوسري ما يوقفك شيء، اذهب اذهب يا الدوسري ما يوقفك شيء. وش ذا؟ شهراني موجود، شهراني الخرا موجود.
بالله يا عيال عيدوا اللقطة هذه واستمتعوا، استمتعوا بالاستهبال، استمتعوا بالاستهبال. أنا الله 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 يا رجال مش طبيعي، ما توقعته والله يبي يشوت. لا 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 لا، شوف الحارس وين، حركت الحارس فوق خلاص فهمنا له، بس لو جاب ليها في زاوية ضيقة خلاص سلم لي. يا ولد ما اشوف شيء، والله ما اشوف شيء، ايش الغش هذا، مغطي لي ام الشاشة. طقطق على ابو جدة يا شيخ، لفلف خذ لك فرتين على حارتهم. الله 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 الله، خلاص انسحب يا قلبي انسحب. هو بدأ يتنرفز الحين وخلى اللقطة تطول، عرفت؟ خلي الاحتفالية وشوف الإعادة مرتين وثلاث، صاروا يحذفونها ما هو بيدك عاد مسألة الإعادة هذه. يوه هي كثر ما تغبن. لا 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 لا، هنري يا ولد وش اللاعبين يا عيال، قبل شوي أقسم بالله شفت تشكيلته، ولا هنري ولا شيت، كم واحد حاط هجوم هذا؟ يا رب مش بلنتي، يا رب مش بلنتي، يا رب مش بلنتي، ما يعرف يشوت بلنتي، اتحداك تعرف تشوت بلنتي. الحين تنصدم، يلا يلا انصدم، يلا يلا جاتك الدواير، جاتك الدواير. هوش له يا حارس، هوش له يمين. الله يخرب بيت المثلث، هي 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 مرتدة، هي 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 هي، لو تشد لين بكرة، لو تنزل سروالها الداخلي، حرام توصل نتيجة 6-5. بس يلا جي جي، عطيني لاعبينه، أبي أشوف لاعبينه أنا، كم واحد يعني أبي أعرف. أنا اللي شفته قبل شوي شيء، واللي داخل ملعب شيء، في شيء يا عيال نسيت اسمه، اللي هو يدخلون اللاعبين الأقوياء بعد ما تبدأ المباراة، أول شيء يدخلون برونزي كذا على أساس أن الحظ أو أداء اللاعبين يكون أفضل. المهم معروف هذا الشيء من فيفا 12 يمكن، فعشان كذا لو سويت سكيب ولا ما سويت سكيب ما راح تعرف التشكيلة، إلا عاد لو تحبست ودخلت ضغطت ستارت في نص الجيم ودخلت على إحصائيات اللاعبين تقدر تشوف التشكيلة.